هاي. لكل دولة تقاليدها بالزواج، وفي مجموعة من العادات الغريبة والعجيبة حول العالم. ضيعة لبنانية كان عندها عادات وتقاليد كتير منها بطل موجود اليوم، ومنها إجبار العريس على حمل جرن الكبة لاختبار قوته، وطلب من العروس إنها تكسر الجوز بسنانها لفحصه. بالصين وعند حضارة اليوغور بيستعمل العريس في أو سن الشاب ليوجه 3 أسهم غير مؤذية لزوجته المستقبلية، ومن بعدها بيكسر السهم ليضمن إنه ما في شيء بيكسر لهم حبهم. بسكوتلند تتعرض العروس لكل وسائل التعذيب على إيد أصحابها قبل العرس، بيطعموها أكل منزوع، بيربطوها بشجرة، وبيشربوها كمية كبيرة من الكحول. والفكرة من هالتصرف إنه إذا قدرت تتحمل كل هالعذاب يعني رح تقدر تتحمل الحياة الزوجية. مين قال إنه بإندونيسيا ممنوع العروس تدعس على الأرض يوم عرسها لما تنتقل من بيتها لبيت زوجها، فبيحملها بي على كتفه قد ما كانت الطريق طويلة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.